أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة اليوم من برنامج غيض من فيض، برنامج متخصص في جماليات اللغة العربية وفنياتها وأسرارها. لدينا مبتدأ جميل، ولدينا خبر حسن، ولدينا همزة وصل تجعل علاقتنا باللغة العربية أقوى وأنقى وأرقى. في حلقة اليوم تأصيل منهجي لكلمة المنهج والمنهاج والمنهجية، هذا في المبتدأ الجميل. وفي المختتم سوف نسمع قصيدة معاصرة على نهج البردة. ولدينا في الخبر الحسن قصة أصمعية أخرى، وسوف نقطع صلة اللسان العربي بأخطاء شائعة تجعل اللغة مهلهلة وإن كانت تراكيبها سليمة. ولنا وقفة مع أبي الأسود الدؤلي، أهلا بكم. يسأل مدير المدرسة المعلمين: هل انتهيتم من المنهاج؟ فيسرع المعلمون سيرهم في شرح الدروس قائلين للطلاب: لدينا منهج نريد أن ننهيه. المنهاج والمنهج من الكلمات التي تسير سيرورة واسعة في أحاديثنا، حتى أني سمعت أحد المحللين الرياضيين يقول عن الفريق المتصدر إنه يمضي وفق منهج ثابت. وسوى المنهج والمنهاج لدينا النهج والمنهجية. النهج أول ما يرد إلى الذهن، فهي الأقرب إلى الجذر الثلاثي للكلمة، ولعلكم تعرفون نهج البلاغة، سأحدثكم عنه، هذا وعد. أما مصطلح منهج فهو مرتبط بحقول التربية والشريعة والقانون والبحث العلمي، فهناك المنهج التاريخي في أساليب البحث، وهناك المنهج التحليلي. ومصطلح المنهاج أقرب إلى التربية، ولذا فإن كلمة المنهاج هي الكلمة التي يتحدث بها نخب المجتمع ليحملوا التربية إخفاقات الواقع. البعض يظن المنهج هو الكتاب، لكنه في حقيقة الأمر أوسع من الكتاب، يعرف ذلك التربويون دون سواهم ويرددون: سلامة المنهج منهج السلامة. هناك كتب كثيرة في تراثنا العربي تبدأ باسم منهاج، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، ومنهاج القاصدين، وكلاهما للإمام النووي. ولدينا أيضا منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي، ولدينا منهاج السنة لابن تيمية، ولدينا أيضا كتاب معاصر منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري. أما المنهجية فهي الطريقة العلمية، وانتهج نهجه أي سار على طريقته، وقريبا من الفعل نهج لهج. يقولون في التعبير عن تطابق القول والفعل عند إنسان ما: هذا ما يلهج به لسانه وينهج به قوامه. لي شغف قديم بالتعرف على مصطلحات الشعوب العربية في التعريف عن الشيء ذاته، فنحن نقول شارع وطريق وسكة، وغيرنا يقول زقاق وزنقة، وثمة من يقول جادة. وعلمت أن هناك دولا عربية تقول عن الشارع نهج. لدينا نهج البردة، وهو اسم قصيدة مشهورة لشوقي: ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. كتبها على نهج قصيدة البوصيري: أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. وهناك نهج معاصر للبردة للشاعر تميم البرغوثي، سنستعرضه في جميل الشعر، هذا وعد ثان. وسوف أفي أولا بالوعد الأول بالحديث عن نهج البلاغة. هو اسم كتاب منسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لم يؤلفه بالطبع، ولكن جمعت فيه مواعظه وحكمه وخطبه. اسمعوا بعضا من هذه الحكم. يقول: أزرى بنفسه من استشعر الطمع، ورضي بالذل من كشف عن ضره، وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. يقول: صدر العاقل صندوق سره، والبشاشة حبالة المودة، والصبر قبر العيوب، ومن رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. ويقول أيضا: خالط الناس مخالطة، إن متم بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. وله قول آخر في نهج البلاغة: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر.
ويقول: ما أضمر أحد شيئا إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه. أفضل الزهد إخفاء الزهد. وتأملوا هذه العبارة: إذا كنت في إدبار والموت في إقبال، فما أسرع الملتقى. ويقول: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. ويقول أيضا: الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة. نختم بهذه المقولة: هلك في رجلان، محب غال ومبغض قال. هذه هي البلاغة، فانتهجوها. يروي الأصمعي: كنت بالبادية فرأيت امرأة عند قبر وهي تبكي وتقول: فمن للسؤال ومن للنوال ومن للمقال ومن للخطب ومن للحماة ومن للكمات إذا ما الكمات جثوا للركب. إذا قيل مات أبو مالك فتى المكرمات قريع العرب، فقد مات عز بني آدم وقد ظهر النكد بعد الطرب. قال: فملت إليها فقلت لها: من هذا الذي مات؟ هؤلاء الخلق كلهم بموته. فقالت: أهو ما تعرفه؟ قلت: اللهم لا. فأقبلت ودمعتها تنحدر، فإذا هي مقاء برشاء ثرماء، فقالت: فديتك، هذا أبو مالك الحجام، ختن أبي منصور الحائك. فقلت: عليك لعنة الله، والله ما ظننت إلا أنه سيد من سادات العرب. أعجبني مجتهد لغوي يسعى إلى ترشيد الاستخدام اللغوي وتحسينه. يصف التعبيرات التالية بالحشو والترهل. يقول: يكفي أن تقول ورشة، فلا داعي لأن تقول ورشة عمل، فكلمة الورشة متضمنة معنى العمل. ويقول أيضا: يكفي أن تقول هذا أسير، فتعبير أسير حرب فيه حشو، لأن الأسر لا يكون إلا في الحرب. ويقول: يكفي أن تقول مجزرة، لأنك حين تقول هذه مجزرة بشعة لا تضيف شيئاً، فالبشاعة موجودة في كلمة مجزرة. ويرى أيضاً أن تعبير خطاب مهم فيه حشو أيضاً، فكل خطاب مهم. وكذا فإنه يرى أن قول المحاضر سأتحدث في عجالة سريعة فيه حشو مقيت، فكل عجالة لا بد أن تكون سريعة، وإلا لما كانت عجالة. أوافقه وأعجب باجتهاده، العربية تحتاج أن نستخدمها بفكر. أبو الأسود الدؤلي الكناني عالم نحوي، بل هو واضع علم النحو، بأمر من علي بن أبي طالب لما سمع أخطاء غير العرب في نطق اللغة. اجتهد أبو الأسود وأرى علياً ما وضع، فقال له علي: ما أحسن هذا النحو الذي نحوت، وبذا سمي علم النحو. وهو مع ذلك من سادات التابعين وأعيانهم وفقهائهم وشعرائهم ومحدثيهم، ومن الدهاة حاضري الجواب، تشرف بأن شكل أحرف المصحف ووضع النقاط على الأحرف العربية. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، لكنه لم يره، وصحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي ولاه إمارة البصرة في خلافته. شهد مع علي معركة صفين والجمل ومحاربة الخوارج. هو أول من ضبط قواعد النحو، فوضع باب الفاعل والمفعول به والمضاف وحروف النصب والرفع والجر والجزم. كنيته غريبة أبو الأسود، وقد طغت الكنية على الاسم فاشتهر بها، علما أنه لم يكن أسود البشرة وليس له ولد اسمه أسود، لكنه رضي لنفسه هذه الكنية لأن اسمه ظالم وهو ثقيل على السمع ولا يتسق مع وظيفتي القضاء والإمارة اللتين تولاهما لعلي بن أبي طالب. كان أبو الأسود مشهورا بالفصاحة، وقد قال عن نفسه: إني لأجد للحن غمزا كغمز اللحم. رحمه الله. ما
ما لي أحن لمن لم ألقهم أبدا ويملكون علي الروح والجسد إني لأعرفهم من قبل رؤيتهم والماء يعرفه الظامي وما وردا وسنة الله في الأحباب أن لهم وجها يزيد وضوحا كلما ابتعدا كأنهم وعدوني في الهوى صلة والحر حتى إذا ما لم يعد وعدا وقد رضيت بهم لو يسفكون دمي لكن أعوذ بهم أن يسفكوه سدى يفنى الفتى في حبيب لو دنا ونأى فكيف إن كان ينأى قبل أن يفدا بل بعده قربه لا فرق بينهما أزداد شوقا إليه غاب أو شهدا أمات نفسي وأحياها ليقتلها من بعد إحيائها لهوا بها وددا وأنفذ الصبر مني ثم جدده يا ليته لم يجدد منهما نفدا تعلق المرء بالآمال تكذبه بيع يزيد رواجا كلما كسدا جديلة هي من يأس ومن أمل خصمان ما اعتنقا إلا ليجتلدا يا نفس كوني من الدنيا على حذر فقد يهون على الكذاب أن يعدا ولتقدمي عندما تدعوك أن تجلي فالخوف أعظم من أسبابه نكدا لا تفرحي عندما تدعوك أن تجدي فإنها لا تساوي المرأة أن يجدا ولتعلمي أنه لا بأس لو عثرت خطى الأكارم حتى يعرف السددا ولا تكوني عن الظلام راضية وإن هم ملك الأيفاع والوهدا ولتحملي قمقما في كل مملكة تبشرين به إن مارد مردا ولتذكري نسبا في الله يجمعنا بسادة ملأ الدنيا عليك ندا فدا لهم كل سلطان وسلطنة ونحن لو قبلونا أن نكون فدا على النبي وآل البيت والشهداء مولاي صل وسلم دائما أبداً.